مساء الخير واهلا وسهلا على كل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بألف صحة وخير. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. بعد ايام من وفاة طليقها تصرف صادم من ليلى علوي، تعالوا نشوف بقى ليلى علوي عملت ايه. لم يمر سوى ايام قليلة على وفاة رجل الاعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي، بسبب اصابته بفيروس كورونا كما كشف مقربين منه. وفاجأت الفنانة ليلى علوي جمهورها بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صورا لجلسة تصوير لها لصالح إحدى المجلات، معلقة حواري مع المجلة سيدتي عدد 11 أبريل، استمتعت بيه جدا، وصفولي أنتوا كمان يومياتكم في العزل المنزلي في 3 كلمات فقط. وتساءل متابعو ليلى علوي عما إن كانت تمر بحالة حزن على رحيل زوجها السابق أم تجاوزت الأمر سريعا. كما نعت الفنانة ليلى علوي طليقها وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال دكتور منصور الجمال الذي وفاته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان. وكان منصور الجمال تعرض لأزمة صحية شديدة منذ أيام قليلة، ونقل على إثارها للمستشفى قبل أن يفارق الحياة بيوم. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده يا حبيبي، بصراحة فعلا تصرف الفنانة ليلى علوي أدهش الجميع، حتى كمان متابعين لها استغربوا يعني عملت كده، هل هي تجاوزت يعني فترة الحزن ولا هي أصلا ما كانتش حزينة يعني على زوجها على طليقها يعني. وراحت تصور في مجلة سيدتي وقالت تابعوني على مجلة سيدتي 11 أبريل، العدد يعني اللي هي يعني صورتها هتظهر في المجلة يوم 11 أبريل يعني العدد بتاع المجلة. فطبعا ناس كتير استغربوا يعني من رد فعل الفنانة ليلى علوي، هل هي مثلا تجاوزت المحنة دي سريعا ولا هي اصلا كانت بالنسبة لها عادي يعني. شوفكوا على خير، يا رب، مع السلامة.